مثلا الاستقاله ديال الاستاذ الرميد لربما، انا في اعتقادي كمواطن متتبع للشان السياسي وطالب باحث في ماستر كليه العلوم القانونيه اكدر، كنظل ربما عنده النسبه ديال 80% لانه طبيعي، لان الحاله الصحيه ديال الاستاذ الرميد مصطفى هو كان اعلن عليها قبل ما يقدم الاستقاله بايام يعني عديده. الاستقاله ديال الاستاذ الازمي ما عرفتش، يقدر يكون نقدروا نقولوا تكتيك سياسي داخل الحزب، كاينه توازنه جديده داخل الحزب، يعني بغاو يخلقوا امين عام جديد داخل الحزب، ربما تكون حسابات جديده ديال الحزب، ولكن كنعتقد على ان الاستقاله ديالهم بزوج في نفس الفتره لربما كنظن انها حسابات سياسيه داخل الحزب، نقدروا نقولوا انهيار او انقسام جديد داخل الحزب، يعني ما كايناش تاثيرات سياسيه خارجيه، هذه اختيارات داخل الحزب ديال اعضاء مجلس اعضاء الامانه العامه وهادشي اللي كاين. ممكن هادشي راه وقع قبل مع الاستاذ بن كيران السيد رئيس الحكومه، حتى هو في الامانه العامه في واحد الوقت لقى راسو بلي مرفوض من الناس اللي كانوا في الاول هما اللي دفعوه باش يشد الامانه العامه ورشحوه ونخبوه لهذا المنصب. بالتالي حزب العداله والتنميه معروف عليه عبر يعني هاد السنوات او هاد الولايتين اللي حكم، فاش كتوصل السنه ما قبل ما انهم يجتازوا الانتخابات التشريعيه كيكون عندهم انقسام داخل الامانه العامه. الاستقاله ما عندهاش تاثير داخلي داخل الحزب، الحزب عنده نفس التوجهات، كنظن غيمشي بنفس الخطه نفس الخطاب السياسي ديالو المعهود عليه منذ قبل ما يكون كاع بن كيران، منذ ان كان هذا الحزب يعني ما معروفش على الساحه السياسيه في المغرب. بالتالي كنظن ان الاستقاله ما كنظنش غادي تنفع الحزب، يعني تكتيك سياسي ما كنظنش غادي تفيدو بشي حاجه. الا كانت الاستقاله يعني مدفوع بها، لان كنقول لك قبل من سنه دائما الانتخابات التشريعيه حزب العداله والتنميه كيعرف ديما هذه الحركه هذه ديال التجاذب وخلق توازنات جديده داخل الحزب، ما عرفتش الغايه ديالها، ولكن كنظن ان الشعب المغربي حاليا وفي الاستحقاقات التشريعيه القادمه غيعرف كيفاش يتعامل مع الوضع، وما كنظنش بلي هاد الانقسامات او هاد الاستقالات غادي تاثر في الراي ديال الشعب المغربي، خصوصا انه عاش مع هاد الحكومه 10 سنوات كيعرفها مزيان وهي كتعرفو دابا مزيان شنو باغي. هادشي اللي نقدر نقول لك. الاستحقاقات ديال 2021 كنظن غادي تكون هي واحد الفصل اللي غادي يورينا الشعب المغربي كيفاش ولا كيفهم اللعبه السياسيه وكيفاش النظره ديالو ولات الاحزاب السياسيه، لان الشعب المغربي عطى مجموعه من الفرص لمجموعه من التيارات السياسيه لا في اليمين لا في اليسار ولا في الكتله، ولكن كنظن بلي هذه الاستحقاقات التشريعيه بصح حنا متشوقين نعرفوا النتائج ديالها، لان الشعب المغربي من خلالها غادي يبين الصوره الحقيقيه ديالو والفهم ديالو الحقيقي. ما عنديش صعيب حزب العداله والتنميه غادي يكون، ما كنظنش غتكون عنده الاغلبيه في مقاعد البرلمان، ولكن كنظن غادي يكون شويه بقوه. حزب استقلال حتى هو غادي يكون حزب استقلال، حتى هو عنده نوع من المصداقيه، وكالعاده احزاب الكتله كالحركه الشعبيه او حزب الديمقراطيه الاجتماعيه وكذا كتكون عندها مقاعد خفيفه في البرلمان، هذه منذ زمن. غير هو كنتمنوا الا كان شي حزب اللي غادي يجي جديد ما كيهمناش يساري او يميني او كذا، يلبي المطلبات ديال المجتمع ويواكب الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ويمشي مع التوجه ديال صاحب الجلاله، خاصه في الحمايه الاجتماعيه اللي هي الاخيره، هي موضوع الساعه حاليا، هي اللي كتهم الشعب المغربي. دابا رميد العمده ديال فاس والاخر خاضوا الاستقاله ديالهم، الداخل ديالهم ما نقدرش نعرف انايا في عداله والتنميه، ما نحكمش عليهم اش عندهم داخل، ولكن بالنسبه لي انايا كنا طامعين هذه السنين عداله والتنميه غيديروا شي حاجه في البلاد وغادي يصوبوها، وسيرتو في الجماعات راه ما داروا والو، جماعات ديال المدن تقريبا راه ما داروا والو، خصوصا جماعه الدار البيضاء، الا مشينا جماعه عين الشق راه ما داروا فيها والو حتى حاجه، مده الخيره ديالهم راه ما دار فيها حتى شي حاجه. انا ساكن تما، كاين رئيس الجماعه ديال عين الشق راه هو العداله والتنميه، راه ما عملش العمل ديالو نهائيا، انا ساكن تماك في هذاك الحي وما دار والو، فهمتيني؟ حتى حاجه ما دارها ما دار، كنا ننتظروا منه شي حاجه اللي غيديروها في هذيك الجامعه، راه الشباب ضايع تما، كاينه راه حتى حاجه ما صوب ليهم للشباب، ما صوب حتى شي حاجه لا شباب لا الناس الكبار. جردة وحده ما كاينه شيء في عملات عين السوق ادارها، كاينه واحد الجردة هذه كانت في ايام الاستعمار صغيره في عين السوق، ولكن كلها لا حي الفضل لا الاناره لا حتى حاجه، ما دار حتى شي حاجه. انا الاستقاله ديالهم يكون ما مفاهميش يكونوا اش نقدر نقول لك، الداخل ديالهم ما نقدرش نعرف اش وقع وسط الحزب ديالهم. واش ما تفهم والو داك الشيء ديالهم، حكومه تما شنو كيدور تما لا علم، فهمتيني؟ والله ما نكذب عليك، تقدر
وداك الشيء ما تعرفش شنو بيناتهم تما الداخل شنو داك الشيء ما شي قبالو دابا لا لا ماشي اسرائيل غيكون هذاك الشيء ديال السياسه بين 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 داك التحالف بيناتهم تكون سميتو داك الشيء بين الاحزاب بيناتهم واش نقول لك انتخابات انا كنتمنى اخنوجي يترشح للانتخابات حسن العداله والتنميه